يوسف انت انت يوسف موسكو صافي روسيا يطيك بخير تهنا الله يكثر شي لاباس الحمد لله تكيت الخميس لا تصلح خميس ولا ينور محال وري لا تس كارت تليفوني انا زين باش يسوق ولا محال محال ما يتوق لي جاي الله الا عجيب ايش لا تهكات ايش لا تهكات ايش ورد الخطه انا مولانا هو عاجي ينسايفش على سكيت يومي اه احلى هو احلى هو الله الا عجيب يا ايش مش حاله سنين كي ويا هاد السنين كذا 80 عاجي الله يلا عاجي الحمد لله على كل حال عاوك تشير الدوره كان نزوم هذيك الصوره داك واحد لا في الدياع طبيت تبارك الله سوا سوا صافي فوالا صراحة مطعم رائع جدا قلت لك ويا قولي لقتي برا عبد الدين انتم على المباشر على انيسياتيف من قلب تمازير قدس سأنقل لكم هذه الأجواء الرائعة علما أن الثلوج تتساقط منذ ليلة أمس حتى الآن منظر خلاب أزرف اللون اللي غادي يدون سسري إذا ما سندات عراون الزريخ يتسنت تولى فين تصور نتفل انت مازيرت سياح وعلياس نكيوا اشكو تكل طريوت بزاف فعلا صافي 4 ans et 5 ans ولكن يرجيزون دمي مشى يبقوت الخير ان شاء الله قادرين ومان قتلي تزيزوت قتلي تيرزا اشكو الجبلين هاكا مسمرير ديشني ودو فلايين يخص دو ومان عتي عتادي سلو تفل اكثر من دا تتعاودنا علاوة دا ترسانت غير يبدا غير السانت ايام صدغي مرحبا يسون سي مادا تبان سي برا ولا اي نس هذا ون الزري يتسنت المناظر برا عن يسمى زيرس عند نزيد نزغز يشتغل شوية ابراهيم ابراهيم تيرزا الا ومان اللي تيرزا سي سعيد مرحبا بك الود بدا الترنون ها زين يا ما تختريتها على المباشرة مسكين ومن عندي كادو كادو لكل المشاهدين دار الزفت كل ما داغي تناي يمي النيني عزال انت هاني سولا في التيار ابراهيم اريس والش التليفون تاع هذا غير يسيب شويه فوت فلت هذا غير يسيب الفماء سيدات
سوسريد انيسياتيف سوسريد امس اندتس اكون الصمغور الصمغور باخ نزيد ديناميكي سري غاوني سن تولا فين غادي تنصور جول انت مازيرت انت فين اخ المباشر Vous êtes en direct sur initiative du TADES. Comme d'habitude, live Tamazirt. C'est une occasion pour découvrir Tamazirt et Tamazirt, la nature. Le grand changement grâce You are welcome from Morocco, from Dadis, province Tenerife. This is a great moment with you from Initiative. Happy day. Snow. After maybe after maybe 20 years we go and we leave this moment. أنتم على المباشر من سوق الخميس ذات بروفانس تنغير في إطار تغطية خاصة نجعلكم تعيشون الحدث عن قرب هنا هذه المنطقة تعيش منذ ليلة أمس منذ ليلة أمس على موعد مع كثافة الثلوج التي تساقطت على المنطقة. فعلا المنطقة في حاجة ماسة للثلوج لأن الفرشة المائية وكذلك سنوات الجفاف اثرت على هذا القطاع الفلاحي والذي يعتبر مصدر عيش للسكان. بالتالي سيحيي كذلك هذه الواحة الممتطرة أساسا والتي تعاني الكثير. والحمد لله على كل حال وهذا هو قدر الله. أنتم هذا هو المنظر العام. صباحتي وتقرأ التعليق نون مشكو في بعد التليفون.
حدا مره مره غنديروا شي لايفات نحاولوا ما امكن باش تعيشوا هذا الجمال، هذا الجمال تاع الطبيعه هنا من الجنوب الشرقي سيسمر اما سندت. نتمنى التصوير ان تقول مزيان كلير كوم دابيتود. عندي غير المنطري برا عندها يسولها لك تدفل هاتي سولي الله سيد كما يطيب دا يلاه تحياتي زون ديالنا 20 مينوت قد بطلع نهار دغيا كدوس غصت ابراهيم الغصان حسن وتاي تحياتي السلام عليكم ورحمة الله.